أهلا بكم مشاهدينا الكرام وحلقة جديدة من تحت الضوء. كيف تريد أمريكا أن يكون العراق عام 2018؟ نتساءل في هذه الحلقة. العراق الذي احتله الأمريكيون عام 2003 وكانت أكبر عملية تدمير للبلاد شهدها التاريخ، حيث شهدت مرحلة ما بعد الاحتلال أيضا أكبر حملة شرسة لتصفية العقول وتدمير المنشآت بالفساد وتدمير البشر والحجر. وعملت حكومات ما بعد الاحتلال التي نصبها الاحتلال الأمريكي على ترسيخ سياسات المحاصصة الطائفية، حيث لم تحقق لشعب العراق سوى الخراب والدمار والفساد في جميع مفاصله. العراق الذي يعد أغنى بلد في العالم من حيث الثروات الطبيعية، والذي يمتلك موقعا استراتيجيا مهما أيضا، كان مطمعا للدول الاستعمارية على مر العصور. يتساءل البعض ماذا تريد أمريكا للعراق أن يكون بعد مرور 15 عاما تقريبا على احتلاله؟ كيف يمكن وصف مرحلة ما بعد القضاء على تنظيم الدولة، التي كانت مرحلة من المراحل التي مر بها العراق خلال الأعوام الماضية؟ كيف ستكون مرحلة الانتخابات المقبلة أيضا في العراق، التي ستشارك بها الميليشيات المسلحة التي كان لها دور كبير في الحرب الطائفية في العراق في السنوات الماضية، بعد أن ناقض رئيس الحكومة أيضا حيدر العبادي نفسه بإعلانه تحالفا انتخابيا مع من كان يرفض دخولهم الانتخابات وهم الميليشيات المسلحة؟ يعتبر ذلك ترسيخا لهيمنة إيران على العراق، خاصة أن ائتلافات يتم تشكيلها برعاية إيرانية. كل هذا أو هذه الأمور تلقي بظلالها على مستقبل العراق، لا سيما خلال العام 2018 الذي سوف نتحدث في إطاره في هذه الحلقة. سنسلط الضوء في هذه الحلقة مشاهدينا على الصورة التي يريدها الأمريكيون للعراق عام 2018، وسيكون معي في هذه الحلقة عبر الهاتف من السويد السيد لبيد الصميدعي عضو التحالف الوطني المعارض، وأيضا من لندن السيد مازن التميمي الكاتب والمحلل السياسي. إذن مشاهدينا الكرام، فاصل قصير ونبدأ الحوار مع ضيفي الكريمين، كونوا معنا. أهلا بكم مشاهدينا الكرام، نسلط الضوء في هذه الحلقة كيف تريد أمريكا أن يكون العراق عام 2018. أرحب بضيفي الكريمين الأستاذ لبيد الصميدعي عضو التحالف الوطني المعارض، وأيضا من لندن السيد مازن التميمي الكاتب والمحلل السياسي. أبدأ معك أستاذ لبيد الصميدعي، مرحبا بك. أهلا وسهلا بك أستاذ لبيد. يعني بعد مرور هذه السنين العجاف منذ احتلال العراق عام 2003 وحتى الآن، يعني هناك من يرى أن صورة قاتمة سوداء قاتمة للعراق، ولكن هو البعض يرى أن من المتفائلين يرى أن العراق الآن سائر إلى الاستقرار، ولكن الكثير وفق المؤشرات وما لديه من دلائل يرى أن العراق سائر إلى حافة هاوية. كيف تنظر إلى العراق في عام 2018؟ بسم الله الرحمن الرحيم. اسمح لي في البداية أن أحييك وأحيي ضيفك الكريم من لندن الأستاذ مازن التميمي، وأحيي جميع السادة والسادة المشاهدين. في البداية يجب أن أنوه بأن العراق أبعد ما يكون عن حالة الاستقرار. ما نشهده الآن مما يبدو بأنه حالة من الاستقرار هي حالة تكون حالة مؤقتة أو ربما موقوتة كما هي يعتقد باللغة العسكرية، لأن العراق عندما احتل في عام 2003 ووضعت العملية السياسية على الأسس الطائفية المعروفة، لم يكن الهدف من كل ذلك أن يكون بلدا مستقرا وبلدا يستطيع أن يعتمد على نفسه وعلى كل أو على طاقاته وموارده البشرية وثرواته من أجل أن يبني أن يصبح بلدا متطورا أو بلدا ناميا. على العكس من ذلك، نحن نعتقد منذ بداية الاحتلال إلى الآن المشروع الوحيد الناجح في العراق هو مشروع الاقتتال الطائفي والحرب الأهلية بين جميع مكونات هذا البلد.
تارة بحجة المقاومة الوطنية الباسلة التي نشبت مباشرة الاحتلال وسميت إرهابا، وتارة بحجة الإرهاب المتمثل بالقاعدة مرة وبتنظيم الدولة الإسلامية مرة أخرى، وهكذا دواليك. ومنذ ذلك الوقت إلى يومنا هذا تنامت الميليشيات الطائفية، وكما نتذكر كانت الميليشيات الطائفية تعد على عدد على أصابع اليد الواحدة. أما اليوم فأصبحت تناهز 80 ميليشيا، ومن المرشح أن يتنامى دور هذه الميليشيات، خصوصا بعدما سمعنا بأنها دخلت الانتخابات بقوة ضمن تحالف قوي مؤهل ومرشح للفوز بالانتخابات. لا تصبح الحكومة والبلد كله بقبضة الميليشيات. إذن نحن مقبلون على مشهد جديد وفصل جديد من فصائل الترويع الطائفي، من فصائل لا استقرار الطائفي في العراق. لا شيء يدعو إلى التفاؤل، وما نشهده الآن من حالة هدوء، هذه حالة الهدوء حاليا هي عنوان مرحلة مؤقتة قصيرة لكي يقال بأننا انتصرنا على داعش، وهذه نتائج الانتصار، أنه أصبح البلد هادئا ومستقرا. واليوم سمعنا بتفجيرات مؤسفة، ربما سنأتي على الحديث بشكل أوسع عن هذا الموضوع. أرحب بالأستاذ مازن التميمي الكاتب والمحلل السياسي، ينضم معي من لندن. أستاذ مازن مرحبا بك. اهلا وسهلا، حياك الله. استاذ مازن، العراق بحسب ما يقول الاستاذ لبيد الصميدعي كما تفضل الى ابعد ما يكون من حاله الاستقرار، وليس هناك اي مشروع ناجح في العراق سوى مشروع الاقتتال الطائفي الذي جاءت به حكومات ما بعد الاحتلال. كيف تنظر الى عراق عام 2018؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي لك والى ضيفك الكريم الاستاذ لبيد والى المشاهدين. أكيد ولا شك أنا أتفق مع ما تفضل به أنه العراق سيكون خارج مساحة الاستقرار في عام 2008 طالما العملية السياسية لا تزال محمية أمريكية وإيرانية، وهذه العملية التي ولدت من رحم المحتل، والمحتل هو من جاء بهذه الشخوص. فلغاية الآن الإدارة الأمريكية لم تتخلى عن هذه العملية ولا على رؤوسها ولا على حتى ما كانت تروج بعد أن جاء ترامب إلى السلطة بأنه سيقزم دور إيران، سيقزم دور الميليشيات. العكس، نرى أن الإدارة الأمريكية تراقب كيف يدخل الحشد والميليشيات إلى الانتخابات، وحتى يكون لهم إطار قانوني ورسمي، وربما أتوقع الحكومة القادمة راح تكون هي حكومة ميليشيا أو بقيادة أحد زعماء الميليشيات، وهذا هو يؤكد على أنه العملية السياسية التي تبناها الأمريكان لا يزال يتبناها. وبنفس الوقت هي سيكون عام 18 هو امتداد للأعوام السابقة وربما أسوأ، لأنه في هذا العام إذا دخلت الميليشيات إلى الانتخابات وأصبح لها حضور في البرلمان وفي الحكومة، معناته خضع العراق بالمطلق وإلى الهيمنة الإيرانية إذا كانت الميليشيات تسرح وتمرح بدون إطار قانوني. الآن يراد لها من خلال إيران أن تشرعن هذه العملية، هذه الميليشيات، ويكون لها وجود في الحكومة حتى تكون تمثل سلطة رسمية وتكون هي الذراع القوي لإيران في عملية القرار السياسي بالعراق، رغم أنه لا يزال القرار من 2003 هو هناك تقاسم أدوار وتبادل نفوذ ما بين الإدارة الأمريكية وإيران في موضوع العراق. ولذلك أنا أعتقد يعني عملية الطائفية موجودة بغض النظر عن الآن عن ما يسوق من تغيير أسماء وعناوين للأحزاب والتيارات، لكنها كلهم نفس الشخوص، لن يتغيروا بقدر ما تغيرت عناوينهم أو مسمياتهم، فهم نفس الشخوص الذي كانوا سبب بلاء العراق ودمار العراق. وحتى الآن يعني حتى يفهم شعبنا العراقي أن لا تنطلي هذه الكذبة وهذه اللعبة، وكأنه يسوقون البعض منهم من هذه التيارات هم خصوم وأعداء، وكل منهم يريد أن يحمل الطرف الآخر سبب البلاء، سبب الدمار، سبب ما حصل من فساد، سبب ما حصل من الإرهاب، وكأنه يريد أن يبرئ نفسه، لكنه ويريد أن يعطي رسالة بأنه الآن هو أعلن عداءه وأعلن خصومته مع هذا الطرف،
ولكن سرعان ما تجدهم بعد الانتخابات، لأن هذه الأغراض الانتخابية، سيتحالفون مجددا وسيدخلون بنفس العباءة التي كانت موجودة ما قبل الانتخاب، ألا وهي العباءة الإيرانية، التي خصوصا هذه الأحزاب بين قوسين تسمى الأحزاب الشيعية الآن تتصارع وتقذف، كل منها يقذف الآخر ويشتم الآخر، لكنه جميعهم يخضعون إلى قاسم سليمان. وبالتالي هذه هي اللعبة السياسية، أنه يريدون أن يقولون نحن لا غير متفقين، لكن سرعان ما يتفقون ما بعد الانتخابات. وهذا هذا يعني حقيقة ما يجري وسيجري في القريب العاجل. أستاذ مازن، لماذا يعني مثل ما تحدث الأستاذ لبيد قال بأن المشروع الوحيد الذي ممكن أن ينجح في العراق على يد حكومات ما بعد الاحتلال هو المشروع الطائفي، يعني ما الذي سيستفيده الأمريكيون والإيرانيون من إشعال أو إعادة إشعال جذوة الحرب الطائفية مرة أخرى؟ هناك رغبة أمريكية إيرانية أن يبقى العراق في حالة من الفوضى وباستمرار، لا يراد للعراق أن يكون مستقرا، لأن حالة الاستقرار في العراق راح تأثر على إيران وتؤثر على مصالح أمريكا، التي تعتقد أنه بوجود الفوضى بالعراق، أي بمعنى هناك إرهاب، تستطيع أمريكا أن تبتز دول المنطقة من خلال هذا الإرهاب الموجود، من خلال حالة الفوضى الموجودة، وبالتالي المستفيد أمريكا. وكذلك إيران تريد أن يبقى العراق ضعيفا، لأنه إيران لا يمكن أن تقبل يكون في العراق حكم وطني قوي، لأنه تشعر هي أنه حكم وطني في العراق معناته يرفض تدخلها ونفوذها ويقلم دورها بالمنطقة وبالعراق، وبذلك تسعى وتحرص على أن تغذي هذه الحالة الطائفية لكي يبقى العراقيون منشغلون مقتتلون فيما بينهم. هذا هدف استراتيجي إلى إيران. إيران لا تريد العراق أن يكون بلدا قويا، ولذلك العراق عندما كان لاعبا اساسيا في المحيط العربي والدولي، انظر شيف كيف كانت الخارطه السياسيه للعراق وللمنطقه، الان اصبح العراق ملعبا لايران ولغير ايران ان تلعب في العراق، ولذلك هذا هو الهدف الاستراتيجي لامريكا ولايران. 15 سنه الحكومه مدعومه امريكيا وايرانيا والعراق غير مستقر. وال 15 سنه الحكومه مدعومه امريكيا وايرانيا والعراق تنهب ثرواته، والامريكان من يكتب التقارير ويكشف عن هذه السرقات وعن هذه الفساد وحجم الفساد، ويعتبر العراق الدوله الاخيره بتسلسلها في هذا الجانب. ولذلك لو كانت امريكا تريد ان للعراق حكم وطني وتريد للعراق ان يستقر، ما تدعم هذه الحكومه ولا توفر الغطاء الجوي والعسكري للميليشيات ان تسرح وتنمو وتتمدد وتقوى. الان اكثر من 120 ميليشيا وامريكا موجوده بالعراق، وامريكا تؤيد الانتخابات وايران تؤيد الانتخابات وتبارك نتائج هذه الانتخابات مسبقا، لانها تعرف انه تريد هذه الشخصيات ان تبقى على سده الحكم لكي تستطيع ان تنفذ امريكا اجندتها، ومثلها ايران تستطيع ان تنفذ نفس الاجنده. هذا هو الغرض من الفوضى وغرض من الاقتتال، والا انت كيف تفسر انه كل التيارات التي هي سبب المشاكل في العراق والأحزاب والرموز نفسها الآن سترشح للانتخابات ثانية، وكلهم حيتان كبيرة، وكلهم لديهم ميليشيات، وكلهم لديهم دعم خارجي، إذا من سيستطيع يغير المشهد إلى حالة وطنية بدل الحالة الطائفية؟ حتى الآن الاصطفافات هي اصطفافات طائفية، وبغض النظر ما يروج بأنه هناك سنة في القائمة الشيعية وشيعة في القائمة السنية، لكن شيعة السلطة وسنة السلطة كلاهما ينفذ المشروع الإيراني والمشروع الأمريكي، وأكثر تحديدا المشروع الصفوي. أستاذ لبيد الصميدعي، كما تعرف ويعرف المشاهدون أن العراق بلد غني جدا، وما حدث وحصل في الأعوام السابقة من دخول التنظيمات إلى العراق وهذه الحروب التي صنعها من صنعها، صرفت عليها من أموال العراقيين مليارات الدولارات، ولكن بما أن هذه الأموال لم تذهب إلى المشاريع وإلى تنمية العراق وإلى بنائه، ذهبت إلى تدمير المدن بالكامل تحت شعار أو لافتة محاربة داعش أو محاربة تنظيم الدولة. بعد انتهاء هذه المعارك كما تحدث العبادي بالنصر، هذه التفجيرات التي تحصل في بغداد من يقوم بها؟ نعم،
سؤال جيد جدا. التفجيرات جاءت في نفس الوقت الذي تحتفل به الأحزاب السياسية والقوات الحكومية والميليشيات، تحتفل بما يسمونه النصر الحاسم على تنظيم الدولة الإسلامية وعلى طرده نهائيا حتى من صحراء بار وصحراء نينوى. والعاصمة بغداد كما نتذكر تم منذ زمن طويل لم تشهد أي تفجيرات. عندما تحدث هذه التفجيرات في ظل هذه الأجواء، يجب أن يثار هذا السؤال: كيف حدث هذا الاختراق؟ وكيف حدث إذا صح الاعتقاد بأن هناك اختراق، وإذا انهزمت الدولة الإسلامية حتى في صحراء الأنبار وفي مناطق تواجدها الرئيسية، فكيف وصلوا إلى العاصمة بغداد المطوقة بكثير من السيطرات والحواجز وجهة المراقبة والتنصت؟ الحقيقة هذه اللعبة، لعبة التفجيرات، ما هي إلا أداة من أدوات دارت النزعه الطائفية. كلما اعتقدت الأحزاب القائمة والحكومة والميليشيات اعتقدت بأن الهدوء الطائفي بدأ يسود في أجواء العراق وأجواء بغداد والمناطق المختلطة. الطائفية كما ذكرنا في مناسبات عدة، الطائفية العمل تمد حياتها من الطائفية ومن الشحن الطائفي ومن الكراهية بين الشيعة والسنة. لذلك كلما لوحظ أن هناك هدوءا فيما يتعلق بهذا المجال، وكلما تأملنا بأن الثقة واللحمة الوطنية ستعود إلى ما كانت عليه منذ قديم الزمان بين الشيعة والسنة، كلما تأملنا ذلك كلما تجدت التفجيرات. وطبعا هناك تهمة جاهزة بأن المكون السني هكذا، يعني يقولون العملية الإرهابية هي خلايا نائمة تقوم بالتفجيرات، ومعروف أصبح عند الناس بأن هذا المصطلح يعني المقصود به هو المكون السني. هذه بالحقيقة لعبة واضحة الهدف منها كما ذكرت إفكاء الكراهية الطائفية بين الشيعة والسنة. هذه هناك صلة واضحة بين ما حدث من تفجيرات وبين الاقتراب من موعد البرلمانية. لماذا؟ لأن الناس أصبحوا قلوا من الانتخابات ويأسوا من أن الانتخابات يمكن أن تقود إلى إصلاح في داخل النظام السياسي القائم في العراق. لذلك هذا النزوع ضد الانتخابات في صفوف الشعب يجب أن يطرأ عليه تغيير. وهناك ساسة قالوا إذا لم يشارك الناس بقوة بهذه الانتخابات سنجبرهم على أن يفعلوا ذلك بوسائلنا. ومن بين هذه الوسائل لا بد من تحريك الملف الطائفي وإعادة تفعيل حالة التخندق الطائفي من جديد. ونحن نخشى أن يعود الزمن إلى الوراء إلى عام 2006-2007 لا سمح الله، عندما بفتنة طائفية بتفجير المرقدين في سامراء استطاعوا أن يحيوا ويوقظوا الفتنة الطائفية التي قادت. اسمح لي فقط أستاذ لبيد أن ننتقل للأستاذ مازن في هذا السؤال. أستاذ مازن التميمي، يعني لماذا كلما تقترب أو يقترب موعد الانتخابات في العراق تحصل تفجيرات تجتاح العراق وتحصد أرواح العراقيين الأبرياء، مع أن هناك تصريح لوزير الداخلية قاسم الأعرجي لصحيفة الاندبندنت قبل أسابيع، قال بأن أجهزة الحكومة كانت تدفع في بعض الأحيان أجور نقل المتفجرات والسيارات المفخخة إلى بغداد، يعني بينما يتم إلقاء التهم من قبل وسائل الإعلام الحكومية وقوات الأمن الحكومية على موضوع ما يسمى بالخلايا النائمة. يعني ماذا يراد من ذلك؟
لا، هي يعني المسألة واضحة، مسألة التفجيرات معروف من هي الجهات التي وراء هذه العمليات. يعني هو عندما تحدث احنا نعرف هذه الحقيقة، انه هناك جهات هي من تدفع ومن تمول لهذه العمليات ان تحصل لغرض سياسة خلط الاوراق لوي الاذرعة. ولذلك يعني كيف يحصل التفجير وهناك اكثر من 100 نقطة تفتيش بين منطقة ومنطقة؟ يعني الان المواطن العراقي، الامراء العراقية اذا ارادت تجتاز نقطة التفتيش لنخلوها للعلاقة مالتها نخل، فكيف لهذه السيارات وهذه التحاريين والتفجيرات تمر عبر هذه النقاط؟ فاكيد الجهة التي توفر لهم هذه التسهيلات هي جهة حكومية ومرتبطة بالحكومة، والجهة لديها سلطة ولديها قوة، وربما هناك من يوفر الغطاء. يعني انا سمعت احد البرلمانيين قبل فترة يقول الانفجار اللي صار في ساحة عدن الكاميرات قبل نص ساعة عن الانفجار توقف. ليش توقفت الكاميرات؟ حتى لا تراقب الجهة التي وفرت لهذه العملية ان تحفظ. اذا هناك تواضع بغض النظر ما يقولون عن انه الارهاب، اي ارهاب. يعني لماذا خلال فترة الانتخابات ليش حتى يقولون للمواطن شوف ترى اذا ما تعدل وتنتخب وتسارع الى عملية انتخابات راح الارهاب يتفعل، وهكذا بداية الارهاب بدأت التفجيرات، وهذه خلايا نائمة لا تريد العراق ان يستقر ولا تريد العراق ان تقوم بحكومة منتخبة، ولذلك عليكم ان تندفعون بقوة وتردون على هذا الارهاب من خلال صناديق الاقتراع. هذه هي دايما اللي موجودين بالعملية السياسية، ولذلك تجد انه التفجيرات ستستمر، لانه نعرف انه التفجيرات هي الحقيقة من يقوم بها هي الميليشيات وحكومة، وهناك من هو مستفيد من هذه التفجيرات سواء كان خصم لرئيس الحكومية كشخص على أنه غير قادر على أن يوفر الأمن، أو لغرض أن يقول أنه هذه التفجيرات جاءت بفعل جهة معينة أو لون معينة حتى يكون دور الشارع يؤلب الشارع ضد هذه الجهة أو ضد هذا اللون. وهذه الحقيقه اصبحت يعني هذه الخدعه لا تنطلي على العراقيين. الان العراقيون يعرفون جيدا من يقوم بهذه التفجيرات، ويعرفون كل ما يختلفون السياسيين في التفجيرات، وكل ما يصير هناك حراك ما بينهم اتهامات تحت التفجيرات كي يغطون على الفساد الذي الان اصبح اكثر من ارهاب. يعني تتصور العباد تنتهي رافع محاربة الفساد وسنحاسب وسنحارب الفاسدين، وإذا في قائد كلها قيادات الفساد هذا دليل على أنه لا يريد العراق خارج الشعب العراقي خارج المصر. هنا تأتي مسؤولية الشعب العراقي عليه أن يقاطع الانتخابات، عليه أن يثبت بأصنيان مدني، لأن هؤلاء يتحججون للمجتمع الدولي أنه إحنا جئنا من خلال الديمقراطية، جئنا من خلال الانتخابات، شارك بالانتخابات 70%. الآن على العراقي طالما غير قادرون أن يجبروا هذه العملية بقوة السلاح لأنها محمية أمريكيا وإيرانيا وبعض الميليشيات، عليهم أن يقاطعوها مقاطعة كاملة وشاملة وعصيان. عندها سيشعر المجتمع الدولي بأن لا تحظى برفق الشعب هذه العملية، ولا الحكومة ولا رموز العملية. عندها أكيد سيكون هناك موقف من المجتمع الدولي. أما الشعب العراقي إذا شارك فسيعطي الحجة لهؤلاء النطاق ولهؤلاء الطائفون أن يقولون نحن جئنا بقطار الديمقراطية. وأنا أعتقد ينبغي أن لا تنطلي اللعبة على العراقيين، لأنه لا يتغير شيء في المشهد السياسي. خوجة علي وإنت علي غيروا على سووا الحكمة، وغيروا ما أعرف إيش سووا النصر، وذاك يسمي نفسه الأحرار، وهذا المتحدون، كلهم وجوه مختلفة لكنهم بالحقيقة هم وجه واحد وثوب واحد والوجه واحد، وكلهم يخدمون المشروع الفارس الذي أراد العراق هكذا أتم. إذن ربما خلال عام 2018 سيشهد العراق ربما أمورا تلقي بظلالها القاتمة على المشهد العراقي في ضوء ما يجري من فساد واضح. مشاهدينا الكرام، فاصل قصير ثم نكمل حوارنا في هذه الحلقة، كونوا معنا.
مشاهدي قناة رافدين الكرام، يمكنكم متابعة بثنا عبر القمر الصناعي سهيسات وعلى التردد 1142 عمودي، وعبر القمر الصناعي نايسات على التردد 1238 أفقي. ولمزيد من المعلومات يرجى التواصل مع موقع القناة الإلكتروني عبر الإنترنت. أهلا بكم مرة أخرى مشاهدينا الكرام، نسلط الضوء في هذه الحلقة من تحت الضوء على الصورة التي تريد الولايات المتحدة أن يكون العراق عليها خلال العام 2018، ونحن نشهد صراعا محتدما بين شركاء العملية السياسية، ما يترجم إلى الشارع العراقي على شكل تفجيرات يروح ضحيتها العراقيين، بالإضافة إلى الصور القاتمة والمأساوية والسوداء التي شهدها العراق منذ عام 2003 وحتى اللحظة. والعديد من يتساءل إلى متى سيظل العراق على هذا النحو، وما المتوقع في ظل هذا الصراع المحتدم بين شركاء العملية السياسية. بالعودة إليكم أستاذ لبيد الصميدعي، هناك من يتساءل يقول ما يحصل ويجري في العراق الآن هل هو فعلا صراع بين شركاء موجودين على الأرض أم إدارة صراع؟ وإذا كانت إدارة صراع فلما اللجوء إلى التفجيرات ويعني ملء الشارع العراقي بالفوضى والدم؟ نعم، المسيطر الأساسي على القرار السياسي في العراق هو إيران، ونعلم أيضا أن هناك توافقا في المصالح ما يتعلق بالوضع العراقي الحالي، توافقا بين أمريكا وبين إيران. إيران إذن تريد أن تستمر هيمنتها على الملف الأساسي بالعراق، وأمريكا تريد من العراق أن يبقى جاهزا لأي حرب تحتاجها ضد ما تسميه الإرهاب، كما تريد أمريكا أن يبقى العراق على وضعه الحالي من حالة انقسام في داخل مجتمعه ضمن وحدة جغرافية واحدة. وقد أثبتت الأحداث هذه النظرية، لأننا كما نعلم أن النزاع الذي حدث وتطور إلى نزاع مسلح بين حكومة المركز وحكومة أربيل وقفت أمريكا حياله تتفرج، بل كانت منحازة إلى حكومة بغداد، رغم أن حكومة بغداد كما نعرف أنه تتميز بتبعيتها لإيران، بينما هم أصدقاء قديمون أو هكذا يعتقد أنهم كانوا أصدقاء وحلفاء للأكراد. إذن أمريكا تريد أن تحافظ على حالة انقسام ضمن جغرافيا واحدة، وإيران تريد أيضا أن تحافظ، وهذا يهمها جدا، لأنه إيران حتى تضمن ولاء شعبيا ضمن مكون بعينه يجب أن تبقى حالة عدم الثقة بين الشيعة من جهة وبين السنة من جهة أخرى. يجب أن يبقى الشيعي يخشى خائفا من الإرهاب السني، ويجب أن يبقى السني خائفا من الميليشيا الشيعية. هذه الحالة تضمن لإيران فترة أطول من التدخل أو حاجة الأطراف لها من أجل أن يكون لها وجود قوي ضامن في داخل العراق. لذلك من مصلحة إيران أن تقوم بالإعادة أدواتها للقيام بإدراك التفجيرات التي حدثت اليوم في ساحة الطيران والتي حدثت يوم أمس في ساحة عدن، ونحن مقبلون للأسف على تفجيرات مماثلة، وعلى زيادة هذه التفجيرات كلما تقدمنا أو اقتربنا من موعد الانتخابات القادمة. حالة الاستقرار تستفاد منها، حالة الاستقرار في العراق هي مفيدة أيضا من الناحية الاقتصادية لإيران، لأن إيران كما نعلم تهيمن أيضا على كثير من المشاريع التجارية والمشاريع الاقتصادية في العراق، وخصوصا فيما يتعلق بتكرير النفط، تصدر كثير من منتجات البترول مباشرة إلى العراق.
العراق ايضا يفيد ايران في مشروعها الاستراتيجي الذي نعلم انه يهدف يرمي الى الوصول الى مياه البحر الابيض المتوسط والى الحدود المتاخمه لتركيا، وكذلك كمرحله متقدمه في مشروع استراتيجي الامريكي العراق سيكون جسرا للوصول الى كثير من دول الخليج التي تعتبر ايران انها ان في داخلها ادوات يجب ان تستخدمها من اجل زعزعه الاستقرار في هذه البلدان. اذا العوامل وكل هذه المعطيات تجعل من حاله العراق اللامستقر حاله مستديمه ومرتبطه ببقاء العمليه السياسيه الحاليه. انهاء النظام السياسي الحالي، انهاء العمليه السياسيه الحاليه كفيل بتدمير جزء كبير من المشروع الاستراتيجي ومن الطموحات الاستراتيجيه لايران. كفيل ايضا بتغيير سياسه امريكا حيال العراق. السياسه الامريكيه حيال العراق هي فاسف، هي سياسه خامله، هي تنظر الى العراق بانه اصبح امرا واقعا. تحظى ايران على هيمنه كبيره على ملفه السياسي، وهو جاهز وهو لا يشكل خطر على الامن القومي الامريكي في وضعه الحالي. اما لو تغير الامر وحدثت انتفاضه وثوره شامله تقضي او تقوض المشروع السياسي القائم، النظام السياسي القائم، وتنتقل بالعراق الى دوله تضعه في مصاف الدول المتقدمة والدول النامية والدول المستقلة والمستقرة، فسيكون هناك بالحقيقة موقف آخر للولايات المتحدة الأمريكية، وسيكون يكفل ذلك تقليما لأصابع ولأذرع إيران في المنطقة. أستاذ مازن التميمي، هناك تجاذب أمريكي وإيراني في وسائل الإعلام، وأيضا هناك تظاهرات حصلت في إيران، يعني إلى أي مدى تتوقع أن ثمة عوامل خارجية ربما تؤثر أو تستطيع أن تؤثر في الداخل العراقي؟ بالنسبة لما حصل التجاذب ما بين أمريكا وإيران، حقيقة هذا الآن في تقديري يعني لا يرتقي الى مستوى الفعل الحقيقي اللي نتوقع ان يكون هناك خلافات ما بين امريكا وايران، وبدليل انه حتى التظاهرات اللي صارت في ايران، انا في تقديري الموقف الامريكي كان تصريحه بالعكس، اساء للانتفاضه الشعبيه اللي صارت في او المظاهرات اللي صارت في ايران عندما اراد من اعلن تأييده وانه اراد ان يلقي طوق النجاه لهذه الحكومه حتى تتهم هذه التظاهرات على انها مرتبطه بالخارج، وهذا ما شجع روحاني وخامنئي يقولون امريكا وراء هذه التظاهرات. لا، امريكا من مصلحتها ان تكون ايران بهذه القوه لكي تبقى امريكا ايضا هي موجوده بالمنطقه بحجه البعبع الايراني، لكنهم في العراق متفقون ويتقاسمون الادوار، وكثير من الامثله والشواهد تؤكد ذلك، وانا ذكرت انه عندما حصل الاحتلال لم تكن هناك ميليشيات، تحت ظل الاحتلال الامريكي نمت وترعرعت وتولد وولدت هذه الميليشيات، فاصبحت تزداد يوما بعد يوم، الان وصل عددها يتجاوز، وبوجود امريكا دوله التي هي محتله الارض. فاذا موضوع ما يصرح الاعلام قبل ترامب، يعني ترامب اكثر من مره يقول ايران خطر وايران هي تصدر الارهاب وايران هي خطر على الامه، طيب نريد فعل على الارض يثبت لنا انه الموقف الامريكي تغير اداء ايران، يعني بالوقت اللي ايران خطر على ويقول خطر على العراق وعلى الامه وتمول الارهاب، لكنه نجد انه لم يتخذ اي اجراء رادع او ضغط على حكومه المنطقه الخضراء ان تمنع من هذه الميليشيات وخطوات. الامريكان لو كانوا جادين ان يقزمون الدور الايراني في العراق ما يدعمون حكومه تابعه الى ايران، ولا يدعمون شخصيه وتيارات هي مرتبطه بايران وتفتخر انها تتبع ايران وتتبع ولايه الفقيه. كان المفروض ان تدعم غير جهات اللي ربما يكون موقفها رافض الى ان يكون الايراني حتى وان قبلت ان تكون عميله الى امريكا، لكن امريكا تتعامل مع حكومه المنطقه الخضراء وتدعمها وتحث دول عربيه على ان تدعم حكومه العبادي، ونحن نعرف ان العبادي لا يزال تحت عباءه ايران. صحيح هناك قيادات بالمشهد السياسي العراقي وخصوصا داخل التحالف ما يسمى الشيعي تتباين
تبعيتهم إلى إيران، لكن كلهم يخضعون إلى السيطرة الإيرانية. نعم إيران تفضل أن يكون رئيس الحكومة خاضع بالمطلق لها 100%، لكن إيران أيضا ما عدا اعتراف أن إذا ما كان العبادي أن يكون الجعفري أو أن يكون من المجلس الأعلى أو أن يكون من التيار الصدري أو أن يكون من حزب الدعوة، لأنه كلهم بالمحصلة يخضعون إلى سيطرة إيرانية. قد يقترب أحد إلى إيران 100% في توجهاته في تبعياته، لكن الآخر 90% و85% أيضا يخضع إلى إيران وربما ينهامش في علاقاته إلى دول أخرى. لكن بالمحصلة خيوط اللعبة هي بيد إيران، ولذلك الآن أمريكا لغاية الآن قادة لإيران يكون هذا دورها واليد الطولة في العراق. لو كان أمريكا جادة في عملية تقديم دور إيران، كان بدأت بإجراءات عملية تجاه هذه الميليشيات، تجاه حكومة المنطقة. لغاية الآن أمريكا لديها من الوثائق والتسجيلات بالصوت والصورة على الفاسدين الذين نهبوا ثروات العراق رقما وعدا ومن وبالأسماء. لماذا لم تعلن عنها الولايات المتحدة الأمريكية بشكل رسمي وتطالب الحكومة العراقية أن تقدم هؤلاء للقضاء؟ أمريكا هي من أعلنت بأنه تامراء، مرقد الإمام في تامراء فجر من قبل إيران ومن قبل الحرس السوي وبعلم المالكي، حكومة المالكي. أمريكا هي من أعلنت هذا، مؤتمر صحفي للجنرال في باريس أعلن عن هذه الحقيقة. طيب لما أمريكا تعرف رئيس الوزراء هو من جاب الإرهاب ودخل الإرهاب، لماذا تدعم هكذا حكومة وتراهن عليها؟ وكذلك حصل عندما هرب في حكومة المالكي 800 داعش سجن أبو غريب وقال للأمريكان يا أما بشار يا أما الإرهاب. إذن هذه الحقائق معروفة لدى الأمريكان ولم تتخذ إجراء. هذا قد يقولون أوباما متعاطف مع إيران وترامب يختلف. الآن ترامب دخل بالسنة الثانية، كل اللي نسمع أقوال فيما يتعلق إيران، أما الأقوال اللي أعلن عنها فيما يتعلق بنقل العاصمة القدس وفيما يتعلق بأمور أخرى، نعم استطاع أن ينفذها، لكن فيما يتعلق بإيران لغاية الآن لم نلمس على صعيد الواقع شيء يثبت بأن ترامب جاد تقليص وتقديم الدور الإيراني سواء بالعراق أو في المنطقة. وبالتالي نعم العراق ملعب مشترك بين أمريكا وإيران، وهذا ربما التراتيج متفق عليه وتبادل الأدوار متفق عليه، قد يبتعد هنا يفترق هنا، لكنه بالمحصلة أكو توافق وأكو لقاء أزاهة المجلس. ولذلك مطلوب من الشعب العراقي أن يخرج ويعترض ويندد ويتظاهر. انت تدري انه الحكومه العراقيه وبكل احزابها عندما حصلت التظاهرات في طهران وفي مدن ايران، البعض منهم شعر بالخطوره وشعر انه مستقبل انتهى واصبح بالعراق ربما قاب قوسين او ادنى ان يهرب من العراق، لانهم يعرفون انه لا ليس لديهم بصير شعبي بالعراق، ويعرفون انه الحان وهي امريكا وايران. فاذا سقط النظام في ايران معناته عملاء منطقه. بالتالي استاذ مازن اسمح لي ان انتقل بالسؤال للاستاذ لبيد الصميدعي. التظاهرات التي حصلت في ايران يعني والمطالبات الشعب الإيراني بأن ترفع الحكومة أو النظام الإيراني يدها عن سوريا وعن العراق التي أنهكت كاهل إيران، من وجهة نظرك أستاذ لبيد يعني هذه العوامل خلال العام 2018 ألا يعني تلقي بظلالها على حجم وزخم النفوذ الإيراني في العراق، في سوريا، في لبنان؟ كيف تنظر إلى هذا إلى ذلك؟ بالتأكيد هناك علاقة وثيقة بين المتغيرات السياسية في العراق وبين ما ترسمه إيران لمستقبل هذا البلد. الإيرانيون المظاهرات التي حدثت في إيران والتي والمرشح أنها ستتصاعد في خلال الفترة القادمة هي مظاهرات جوع كما نعلم، والشعب الإيراني يشعر بضائقة اقتصادية نتيجة التدخل الإيراني في العراق وفي سوريا، خصوصا في سوريا، لأنه أحد الشعارات أو أحد المعلومات التي انتشرت في داخل الحراكات الإيرانية أن خلال سنة واحدة إيران صرفت أكثر من 60 مليار دولار على المجهود الحربي لنظام بشار الأسد، وهذا من قوت الشعب الإيراني. إيران لذلك
نتوقع بأن الانتخابات المقبلة في العراق ستخفف ستقود إلى حكومة جديدة من شأنها أن تخفف أعباء إيران الاقتصادية فيما يتعلق بالملف السوري، لأن الملف السوري بعيد جدا، وهذا يجب أن تستمر في عملية الدعم وتسليح النظام بشار الأسد. لذلك إيران تريد نظاما جديدا في العراق يكون ولاؤه شديد جدا، ولذلك أحاطت العبادي باثنين من عملائها أو من المخلصين لها جدا، وهو هادي العامري وقيس الخزعلي المعروف بعلاقته بجهاز الطلاعات. إيران مقبلة على رسم سياسة جديدة للحكومة العراقية المقبلة، بحيث أن تجعل هناك مبرر لتدخل الحكومة العراقية مباشرة في الملف السوري، وبالتالي ستتحمل جزءا مهما من أعباء الميزانية الحربية السورية، الحرب الداخلية في داخل سوريا، كي تخفف عن أعباء إيران الاقتصادية. العراق مرشح إذا فاز التحالف الجديد، تحالف المسمى تحالف النصر، مرشح أن يخوض حربا جديدة لكن خارج الحدود العراقية داخل سوريا، ويصبح شريكا رئيسيا في هذه الحرب التي استنزفت من إيران الكثير، ومطلوب منها أن تستنزف من الميزانية العراقية مخففة عن النزيف الاقتصادي الإيراني. نعم أستاذ التميمي، يعني دخول الميليشيات إلى الانتخابات وبمختلف المسميات، ائتلاف نصر العراق الذي شكل برعاية الجنرال قاسم سليماني والذي لم يدم طويلا خلال هذه الفترة، حيث ميليشيا بدر والعصائب نفذت تهديدهما بالانسحاب من التحالف في حال انضمام تيار الحكمة بقيادة عمار الحكيم أو زعيم التيار الصدري. عموما يعني دخول الميليشيات إلى الانتخابات، سواء تغيرت أسماؤها أو ائتلافاتها، ما مدى خطورته على المجتمع العراقي خلال العام 2018؟ هي ليس فقط خطورتها راح تكون على المجتمع العراقي، وإنما حتى على أمن المنطقة، لأنهم هذه الميليشيات أنا أعتقد إذا دخلوا إلى الانتخابات ستكون دورة قادمة هي دورة الميليشيات وحكم الميليشيات، وهؤلاء يراد لهم أن يشرعن عليهم. ربما هناك انتقادات عليهم بأنهم لا، خصوصا أنه يتقاطع مع دستورهم أنه لا يجوز أن يكون هناك سلاح بيد ميليشيات، أو أن تكون هناك ميليشيات ويجب أن يكون سلاح بيد الدولة. يراد منها دخولهم بالعملية الانتخابية بالانتخابات وبالعملية السياسية شرعنة عملهم رسميا حتى تكون لهم السطوة بشكل رسمي، إضافة إلى التأثير الخارجي المدعومة من قبل إيران ومن قبل قاسم سليماني. فتأثيرهم راح يكون داخل العراق أكثر، لأنه راح تهيمن إيران على مقدرات العراق بشكل أكبر مما هو عليه، رغم أنه الآن العراق يخضع بالكامل إلى تأثير إيران، والقرار هو قرار إيراني، لكن سيتضاعف هذا التأثير وهذا النفوذ إذا استلمت الحكم أحد زعامات الميليشيات، سواء الخزعلي أو العامري أو أي من رؤساء هذه الميليشيات. إضافة تأثيرها على المنطقة راح أيضا تزج بقوات العسكرية والأمنية وميليشياتها بحروب خارج حدود العراق، دعما لنظام في سوريا، دعما لحزب الله، دعما للحوثيين، لأنهم يلتقون مع النظرة الإيرانية التي تؤمن بأنه ضرورة أن يكونون في خندق إيران أينما تواجدوا. فكيف عندما تكون حكومة رئيسها في يديه الحكم وفي يديه المال، سيمول في من خلال على حساب العراق وعلى حساب خزينة العراق وعلى حساب اقتصاد العراق، سيكون عامل مساعد وإيجابي لإنقاذ اقتصاد إيران المنهار. ولذلك نجد أنه هؤلاء الذين في الميليشيات مستقبلين على أن يكون لهم حصة في الحكم وحصة الأسد، ولذلك أعلن قيس الخزعلي قبل أكثر من 3-4 أشهر قال رئيس الحكومة القادم سيكون الحشد، وهذا كان رد على من على العبادي في وقتها أنه العبد الحشد سيحال، والحشد لن يشارك بالانتخابات، وإذا به يتحالف مع الحشد وإذا به يتحالف مع هذه الزعامات. فأنا أعتقد هو هذا المخطط، أنه إيران تريد من الميليشيات أن تشكل حكومة المرحلة القادمة لكي تكون إيران بالمطلق تتحكم بهذه الميليشيات، وسيما أنه هذه الميليشيات أعلنت أنه حتى لو حصل
حرب بين العراق وإيران ستقاتل بخندق إيران ضد العراق رغم أنها تقول هي عراقية. فإذا ولاءها مطلق بالكامل إلى إيران، ولذلك سيكون الحكم إذا كان قاسم سليماني يوجه الأمور خلف الكواليس، وربما يكون قاسم سليماني لا يا الرئيس الفخري لحكومة الميليشيات القادمة في بغداد. هذا هو حقيقة إذا جاءت الميليشيات. ولو بالنسبة لي كمراقب سياسي، بالنسبة لنا سواء الميليشيات حكمت أو غير الميليشيات، هي سيان، لأن كلاهما وجهان لعلة واحدة. كل ما موجود بالعملية السياسية من أحزاب ومن تيارات هم لا يختلفون في نهبهم وفي إرهابهم وفي طائفيتهم عن الميليشيات، وهم هؤلاء كانوا حاضنة لهذه الميليشيات، وبالتالي سوف لن يختلف بالنسبة للعراقيين شيء غير الدمار والأذى والألم سيستمر، لأنه لن نفكر أي من جاء مع البحتان في خدمة العراق وتوفير الخدمات للعراقيين بقدر ما فكر بمصالحهم. وحتى هذا الصراع الدائر فيما بينهم هو هروب للأمام، الصراع حول الامتيازات، كل منهم يريد أن يحتوي الآخر ليكون هو رقم واحد والآخرين يعملون معه، وليس الخلاف على منهج، وليس الخلاف أن يجتث الآخر بقدر ما أنه يريد أن يكون رئيس الحكومة هو والآخر وزير عنده أو بالبرلمان. أما ليس مثل ما يصور على أنهم سيجتثون بعض سيعاقبون لحقوق بعض، لا، جميعهم سواء مشتركين بالجرائم وبالنهب، ولكن كل منهم يريد أن يكون له الدور الأكبر أو الحصة الأكبر بالحكومة وبالبرلمان. هذا هو حقيقتهم وحقيقة المشهد السياسي الكامل. نعم أستاذ دبيد الصميدة، في أقل من دقيقة لو سمحت، توقعاتك لمرحلة ما بعد تنظيم الدولة في العراق؟ لن يتغير شيء كثير. ما حدث هو كما ذكرنا أنه هدأت معارك عسكرية مباشرة، لكنه الحكومة وقواتها متمثلة بالميليشيات وجميع تشكيلات القوات المسلحة على رغبة الاستعداد لمعركة جديدة، معركة مع الشعب، مع العراق، لأن هذه الحكومة موكل لها مهمة تخريب العراق وتدمير العراق والإبقاء على حالة نسيج اجتماعي ممزق وتناحر طائفي وكراهية طائفية. لذلك ستستخدم الحكومة العراقية كل ما لديها من قوة وموارد من أجل إدامة هذه الحالة، حالة الفساد، حالة الخراب، حالة التمزق الطائفي والتمزق النسيج الاجتماعي في داخل المجتمع العراقي، ولن تتوقف عن العمل في هذا المشروع التدميري التخريبي إلا بتقويضها من خلال ثورة شعبية شاملة تنهي وجودها تماما من العراق. نشكرك شكرا جزيلا الأستاذ لبيد الصميدة عضو التحالف الوطني المعارض، وشكرا لك أيضا السيد مازن التميمي الكاتب والمحلل السياسي، كنت معنا عبر الهاتف من لندن. مشاهدينا الكرام، في ختام هذه الحلقة تقبلوا مني أطيب تحية وإلى اللقاء.